مورنينج، بس بدي فرجيكم امبارح من بعد ما عملت التريتمنت للفينز. ما انا ما عم صدق اصلا. شوفوا بقى في شيء كان هون كله، امبارح فرجيتكم قديش كان بشع على المنظر، وهلا بس بقي هول يعني الاثار من الليزر. بس قلت الدكتوره هانيا بس ما تعرض يعني هالمنطقه للشمس ابدا، وهول بيروحوا مع الوقت. بس كان امبارح المنظر بقرف، ما بعرف ليه تركتهم كل هال سنين. هول طلعوا لي بحبلة بقلا وما راحوا، بس على هاي الميلة، ميلة وحدة وبس هون. وبس كانوا كتار يعني، كانوا هون هالقد هيك مثل الخريطة. وهلأ شوفوا ما في ولا شي. I'm so happy. وما كان التريتمنت أبدا بيوجع يعني شوي، منه هالشي اللي مثل العالم بخوفوني. كنت فكر انه يعني وجع ما بينحمل. It's nothing يعني، مثله مثل laser hair removal، ما بيوجع أكثر من هيك. ف والليزر هير ريموفل كمان ما بوجع كتير. بتذكر اول جلسه كانت شوي بتوجعني قد ما بتذكر اول جلسه ليزر هير ريموفل كانت بتوجع قد ما كان عجد فيه شعر. كنت صار من عمري يعني 14 سنه ولا بحياتي عامله واكسنج، كل حياتي على الشفره. فاول جلسه وجعت نفس الوجع، ما انه اكثر من هيك. بس قد ما العالم بخوفه حتى انا ترددت. وصراحه ما كنت على طول عندي وقت انه اروح اعمل اشياء لإلي، على طول بهم الحالة بعمل اشياء هيك كتير مضطر عليها. فهدول الفينز لو عارفة، او ماي جاد، يا ريت شفت حدا اصلا بالبرنامج، كنا نعملهم كتير للمشتركات. يا ريت حضرت شي جلسة، كنت دغري عملت. anyway it's so much nicer هلا واحد ما عنده فينز بإجري. lovely، ما تترددوا ما تخافوا ما في شي. اخذت 10 دقايق وهلا هول بكره بيروحوا بعد اسبوع وما بقى بيبقى شي على اجري. سو تشجعوا عن جد، لازم الواحد يخبر الحقيقة. شو رأيكم بالميك اب؟ This is makeup by me. وشعر by Momo. Pink على فوشيا مع بني. شو رأيكم؟